السلام عليكم أحبتي الصغار، أرحب بكم من جديد في حصة جديدة من مكون الرياضيات. إذا خذوا معي كراسة أنشطة التفتح صفحة 110 111. سنقوم بالتعرف على رقم جديد إن شاء الله. إذن كما تلاحظون في هذا النشاط، يا ترى كم عدد الأصابع لدينا هنا؟ هيا لنحسب. حسبوا معي أنتم أيضا. 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن الرقم الذي سنتعرف عليه اليوم إن شاء الله هو الرقم 8. الرقم 8. جيد. إذن النشاط الأول كما تلاحظون لدينا هنا مجموعة من الحيوانات في هذه البطاقات، ولدينا هنا مجموع الأصابع أو مجموع عدد الأصابع. لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8. عدد الأصابع هنا لدينا 8 أصابع. هيا لنحسب مجموع هذه الدجاجات لنرى ما إذا كان عددها يساوي عدد الأصابع الموجودة لدينا هنا والتي هي 8 أصابع. إذن هيحسبوا معي 1 2 3 4 5 6 7. يا ترى هل مجموع الدجاجات يساوي عدد الأصابع الموجود لدينا هنا؟ لا، فعدد الدجاجات هو 7 فقط، لكن عدد الأصابع هنا 8 أصابع. إذا ننتقل إلى المجموعة الثانية. هيا لنحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. يا ترى هل هذه المجموعة تساوي عدد الأصابع الموجود لدينا هنا؟ نعم، لدينا هنا في هذه المجموعة 8 لأن عدد الإوزات هنا يساوي 8 إوزات. إذن فمجموع الإوز هنا يساوي عدد الأصابع. إذن سنقوم بربط هذه المجموعة بعدد الأصابع. نمسك قلم رصاص ومسطرة ثم نقوم بالتسطير بهذه الطريقة. إذن هيا لننتقل إلى المجموعة الأخيرة لنرى هل عدد هذه الطيور يساوي عدد الأصابع. ويحسب معي 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن هل هذه المجموعة عددها يساوي عدد الأصابع 8؟ نعم، إذن عدد العصافير يساوي عدد الأصابع. عدد العصافير يساوي عدد مجموع عدد هذه الأصابع.
لدينا 8 أصافير هنا ولدينا 8 أصابع. إذن سنقوم بربط هذه المجموعة مع عدد الأصابع بهذه الطريقة. جيد، أحسنتم. هيا لنتعرف على الرقم 8 هنا. لدينا 1، هيحسب معي عدد الأصابع. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. إذن عدد الأصابع هنا 8 يساوي 8، وهذا هو الرقم 8. عدد الأصابع يساوي الرقم 8. هيا قولوا 8. 8. ممتاز. إذن هيا معا ننتقل إلى النشاط صفحة 111. سؤال يقول: أعد وألون. لدينا هنا الرقم 8 ولدينا هنا، هيا لنحسب لنرى كم عدد القردة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. لدينا 8 قردة، 8 قردة، ولدينا هنا الرقم 8. إذن سنقوم بتلوين الرقم 8. خذوا قلم خشبي ملون، أي لون تفضلونه، وقوموا بتلوين الرقم 8 بهذه الطريقة. هكذا هكذا. حاولوا عند التلوين أن لا تخرجوا عن الإطار. هكذا وهكذا. إذن بهذا نكون قد أنهينا التلوين بهذه الطريقة. إذن هذا هو الرقم 8. كما قلت لكم، حاولوا ألا تخرجوا عن الإطار عند التلوين. هكذا. هذا اسم هذا الرقم 8. يمكنكم إن أردتم، هذا يبقى اختياري، إن أردتم أن تقوموا بتلوين هذه القردة. إذن ننتقل الآن إلى رسم الرقم 8. نقوم برسم الرقم 8. إذن خذوا قلم رصاص. كما ترون هنا لدينا الرقم 8 بالنقط. سنقوم بالرسم على هذه النقط لتكوين الرقم 8. خذوا قلم رصاص وابدأوا. دائما نبدأ كتابة الرقم 8 من أعلى ثم ننزل هكذا. كما أقول لكم دائما، حاولوا ألا تخرجوا عن الإطار أو عن النقط. هكذا. ثم ننتقل إلى هذه، نبدأ من أعلى بهذه الطريقة ثم هكذا. وهكذا. بهذا نكون قد أنهينا رسم الرقم 8. إذن هذه 8. 8. ممتاز، أحسنتم. بهذا أحبتي الصغار نكون قد أنهينا هذا النشاط.
وأقول لكم أحبتي إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.